علي فايز، من هو النادي الذي يمتلك أكثر؟ لا هذا ما يحتاج، هذا لا صعب ولا يحتاج واحد يجامل ولا يتشذب على نفسه وعلى المقابل. شلون؟ يعني واضح. من واضح؟ يعني والله أكثر جماهير، أكثر قاعدة جماهيرية بالعراق. من؟ الزوراء. لا تشذب عليك ولا على نفسي ولا على الموجودين، وما له علاقة بالميول ولا التشجيع. لا لا، واحد لازم يكون صريح ويجاوب. يعني تقيس على حضور الـ 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 يعني المتفرجين في الملعب بس، هذا قياسك؟ كل شيء، كل الملعب، بالشارع، بالسوشيال ميديا، بالتلفزيون. أنا مو قضية اللعب بالزوارع، أحكي على القاعدة الجماهيرية. أي أسئلة الجمهور. السؤال بسيط، هو ما بيحرج ولا صعب، أكثر قاعدة جماهيرية. يعني ليش بعض يتهرب من عنده؟ شنو؟ بعض يتهرب، يتسأل يقول لا أكثر. ليش أتهرب؟ ما أقول لك أنت شو تحب له، شو تشجع له، المن تتمنى. لا لا، أكثر أكثر. أي سؤال بسيط سهل. زين.